هذا البرنامج برعاية جريدة العرب، أول جريدة عربية مستقلة تأسست بلندن عام 1977. تجدونها كل صباح في جميع الأكشاك. متابعي قناة تلفزة تيفي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم، البرنامج اللي يجيكم كل ليلة من الاثنين للجمعة 9:15 متاع الليل. البرنامج اللي يجيكم في الظروف الاستثنائية اللي تعيشها تونس منذ فترة بسبب انتشار فيروس كورونا، إن شاء الله ربي يحمي بلادنا منه. بعد ما كانت اليوم وزارة الصحة أعلنت الوصول إلى 89 حالة إصابة بهذا الفيروس للأسف الشديد، الوزارة أكدت أنه 89 حالة مصابة وتسجيل 3 وفيات إلى حد الآن بسبب الكورونا. 60 حالة من 89 يعني هي حالات وافدة، فيما البقية هي حالات مسجلة محليا. وزارة الصحة أعلنت أيضا أنه 4 مناطق في تونس أصبحت موبوءة أو بؤر لوجود فيروس كورونا. المناطق هذه هي جربة وأيضا المرسى، البحيرة والبحيرة وجربة والمرسى، يعني المناطق هذه اللي تعاني من انتشار فيروس كورونا وتم إغلاقها كليا وتفادي الدخول أو الخروج منها. أيضا تونس تعيش لليوم الثاني على التوالي في ظل الحجر الصحي اللي أعلنت عليه رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، لكن للأسف الشديد بصراحة ما شفناه في تونس اليوم أنه ما فماش أدنى احترام لهذا الحجر الصحي الكامل. الناس تمارس في حياتها بصفة عادية، استهتار كبير من المواطنين، شفنا أمام مراكز البريد، شفنا في الأسواق، شفنا أمام المحلات تجمعات كبيرة، رغم أنه السلطة أوصت أنه أكثر من 3 أشخاص ما يكونوش في تجمع واحد للوقاية من هذا الفيروس. نتحدث في حلقة اليوم عن الندوة الصحفية لوزارة الصحة، نتحدث عن وضعية البريد التونسي خاصة بعد ما شفنا أيضا عديد الناس اللي مشاهوا اليوم يتلقوا في جراياتهم الشهرية من مكاتب البريد، شفنا فوضى كبيرة وناس بالصف فما الصف ناس متجمع أمام مركز البريد. هل يوجد حل لذلك؟ تو نحكيهم بعد شوية مع كريم بن حليمة المدير الجهوي للبريد في تونس. نتحدث أيضا عن التاكسي الجماعي وعمل التاكسيات في ظل هذه الظروف، وأيضا حول الحجر الصحي، تحدث عن المستقبل التعليم الثانوي، متى ستعود الدراسة في تونس في ظل انتشار فيروس كورونا. عديد المواضيع إن شاء الله نتحدث فيها في حلقتنا اليوم، لكن البداية باش تكون بالبريد التونسي. كما قلنا شفنا برشا مظاهر اليوم للبريد التونسي أمام البريد، تجمعات لأشخاص اللي يتلقوا في جراياتهم الشهرية، لكن ما فما حتى ظروف من ظروف الوقاية والحماية من المرض، وهذا ما خلى غضب كبير. فما شكون حتى حمل المسؤولية للبريد اللي أصدر بيان وأعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة. خلينا ناخذ معنا حاليا لمعرفة هذه الإجراءات كريم بن حليمة المدير الجهوي للبريد في تونس. مرحبا بك سي كريم. مرحبا بك، تحية ليك وتحية لجميع المشاهدين والمستمعين. شكرا ليك سي كريم. في البداية يظهر لي اليوم اللي شفناه في تونس الكل في مراكز البريد ناس يعني بالعشرات أمام المراكز ينتظروا دورهم في تلقي الجرايات بتاعهم دون أدنى احترام لمعايير السلامة في ظل هذا الوضع الراهن الصعيب برشا. وتعرف لأنه قبل كل شيء البريد التونسي هو قطاع حيوي بامتياز، وخاصة اليوم في الوضعية الراهنة قاعد يلعب في دور أساسي خاصة في تقديم الخدمات المالية للحرفاء والمواطنين، وهذا دورنا ونقوم به اتجاه على إن شاء الله على أحسن وجه. أما اليوم ما تعرف تم خلاص إجراءات وتم خلاص الحوالات وتجاه تم إجراءات خاصة تتعلق حتى بالعمل وخلال فترة الحجر الصحي العام، وهي ابتداء من يوم 23 مارس. والمكاتب البريدية تقريبا وجميع المكاتب البريدية وجميع أصنافها هي تعمل في العمل من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة 1 بعد الزوال. اليوم نشوفوا الإشكال اللي صار في الاستيفاء في بعض المكاتب البريدية، على خطر البعض منها وهو قليل يعتبر صحيح صار
ثم ان كومبرومون قدام الزكاه البريديه، والبعض الاخر الحق كانوا مضمين وكانوا معناها في حاله وعي، وكان ثم معناها مسافه امان والوثائق كانت موجوده، وكان المجتمع المدني وكان السكري والكشافة التونسية والهلال الأحمر كان قاعد ينظم. أما بالنسبة للأماكن الأخرى واللي هي موجود فيها اكتظاظ الحق، لازمنا نرجعوا للإشكال اللي حصل على خطر اليوم اللي تشوفوا فيهم أنتم، ما همش الكل وذوكم راهم يستنوا في جرايات، اللي استنى فيهم فئة صحيح كبيرة استنى في جرايات. خطر بجاء نحن من الأسبوع الفارط قمنا تقريبا بتقسيم معناها الجرايات على أساس الترونش داج، معناها أساس العمر، معناها نهار الخميس هبطوا في 80 سنة فما فوق، نهار السبت ما بين 75 و 79 سنة، واليوم بقية الأعمار. لكن اليوم اتفاجأنا لأنه تم البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية حول الإجراءات المتخذة لفائدة العائلات المعوزة المتعددة الدخل، معناها ماشي في بالهم لأنه اليوم باش يتلقاو الجرايات هذية، دونك الناس كلها هبطت البيروات. بربي من خلالكم ندعو جميع المواطنين المعنيين بهذه الحوالات إلى عدم التنقل إلى المكاتب البريدية وانتظار إعلام رسمي لها. به سكري سوى التنزيل ولا صرف الجرايات. به سكري، أنت اليوم قلت إنه بعض المراكز فقط صار فيها اكتظاظ كبير، لكن نعرف أهمية وخطر أي مركز يصير فيه، لأنه أي تجمع ينجم يكون كارثة. ما كانش ممكن، فما ناس تتساءل اليوم، ما كانش ممكن أنكم توفروا للمسنين توفروا لهم الجرايات متاعهم عن طريق يعني أنتم ما تتحولوا لهم أو ترسلوا لهم الجرايات متاعهم؟ سيدي نحن شوف بالنسبة لنا اليوم بجاء خرجوا اللي عندنا العوان التوزيع ومشاوا اليوم قاعدين يسلموا في الجرايات، وقاعدين عندنا أكثر من أسبوع، ونحن ندعو في المواطنين اللي عنده الإنسان كبير أو يدخل عندنا ثم موقع اللي هو www.pension.post.pn يسجل عليه وتجيه الحوالي حدث للدار متاعه وبدون أي معناها أداة، معناها جراتيتمو. دونك نحن الإجراءات هذه قمنا بها، لكن اليوم اللي قاعدين نشوفه فيه معناها صار إشكال من نوع آخر اليوم، فهمتني؟ دونك الإشكال اللي صار هو أنه ثم بعض الناس يظلت أنه الجرايات متاعها تثبت، هذيك اللي هي مش جرايات، هي اللي في البرنامج فيما يخص البلاغ اللي صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية ماشي في بالهم معناها تثبت. دونك هذاك علاش جاو معناها ماشي في بالهم يجريوا، دونك راهو وحتى وزارة الشؤون الاجتماعية معناها قامت أصدرت بلاغ اليوم واللي هو حدد معناها باش تحدد تاريخ التنزيل وصرف المنحة هذه باش تحددها يوم 30، معناها باش تعلمهم يوم 30، يعني مازال بكري اصلا. يعطيك الصحه مازال بكري، فهمتني؟ كيما ندعو برب المواطنين على خاطر نشوفوا اليوم كيما قلت انت لربما ثم معناها صحيح ثم برشا ناس قاعده تجي وقاعدين يخافوا معناها من العدوى هذه، وفي اطار تقليص وانتشار الفيروس هذا الكورونا، ندعو المواطنين لاحترام الاجراءات السلامه امام المكاتب وخاصه برب يعطيوا الاولويه لكبار السن. راهو كيما وتشوف في والدك ولا والدتك ولا في شخص عزيز عليك وكبير بربي يعطيه هو الأولوية، كما ندعو زاد المجتمع المدني المساندة والمساعدة وتنظيم الصفوف معنا وتوعية المواطنين بقواعد الوقاية معنا، وحتى من خلالكم انتم هنا في كل مرة نتكلموا في الوسائل معنا السمعية والمسارية وقاعدين نوصيوا في الناس ونبلغوا فيهم، وانتم زاد بيكم يعطيكم الصحة وكيف كيف زاد هذا نتكلم زاد ونشكر زاد جميع أعوان البريد من جميع معناها الجهات الكل اللي هما اليوم الناس الكل كانت موجوده وكانت في الموعد وكانوا بالحق معناها جنود في معناها باش يقدموا الخدمات هذه. يعطيهم الصحه. به بالنسبه لمراكز التوزيع اليوم كان فما بيان اهبط من البريد التونسي انه عمليات التوزيع البريدي تقتصر على المراسلات البرقيه والبريد السريع والمراسلات المسجله والمراسلات الموجهه الى وزاره الصحه الداخليه دفاع التجاره. به هذا يعني مجمل ما يخص البريد التونسي في الختام. في الختام بيصير ما تعرف بالنسبه للتوزيع ذاك عندنا الهيئات الرسميه وهي الترات الجهويه والمركزيه، وعندنا بلديات المعتمديات والولايات وخاصه وزاره الصحه والداخليه والدفاع والتجاره، واليوم تويك اللي هما ما تعرف هذوما معناها الوزارات الحيويه ولا اللي هي اليوم تستحق اللي هي معناها خاصه البريد التونسي. دونك نحن معنا معطينا الاولويه مطلقه للعمليات هذه باش نكونوا بطبيعتنا نحن بيدنا معنا نساهموا من دورنا
في معناها يخص التيار المرفق العام. سي كريم في الختام اليوم الاعوان البريد هم من الجنود اللي نشوفوا فيهم في الصفوف الاماميه اليوم من 1.5 مليون الشخص اللي موجودين في هذا الظرف الصعيب اللي يخدموا، هل وفرتوا لهم على الاقل نحكي بالنسبه لكم في الاداره الجهويه بتونس للبريد، هل وفرتوا لهم الوقايه اللازمه؟ هل وفرتوا لهم المعدات اللازمه لحمايتهم؟ والله بالنسبة لنا نحن على مستوى الإدارة الجهوية البلد تونس وعلى مستوى حتى زملاء في درجات الإدارة الجهوية الكل عندنا على مستوى مركز التربوي والاجتماعي، عندنا حتى المسؤول نول عليه الدكتور النيفض ديجان، نوجه له حتى تحية من خلالكم على خاطر تم توفير تقريبا كل معناها المستلزمات فيما يخص السائل اللي هو الجهل هذاك الأنتي بكتيريا، وكيف كيف تم توفير شو اسمه ليغون، حتى مشينا أكثر من هيك معناها السيد الرئيس المدير العام معناها قبل نحن ما نقوموا بشراءات على مستوى الجهة فيما يخص حتى مواد التنظيف وكجبال وغيره، اليوم معناها كلفنا حتى المكاتب البريدية باش تشري مباشرة باش ما تقعدش حتى باش تنتظر وباش غيره، وفي كل مرة يكون التعقيم وكيف كيف حتى داخل المكتب اليوم قاعدين ثم ضوابط معينة قاعدين نتبعوا فيها وتنظيم معين، هو أنه ما ندخلوش أكثر من عدد معناها نتاع النوافذ إكزومبل عندنا ثلاثة ما ندخلوش أكثر أربعة وخمسة، وبالطبيعة المساحة وما معناها المساحة إذا كان هي ما تحملش انه الناس باش تدخل اكثر باش يكون من عدد الكيف دونك تم عديد الاجراءات على مستوى الوقايه اللي تم اتخاذها من طرف البريد التونسي، وهذا كل من اجل سلامه سواء اعوان ولا حرفان. ان شاء الله ربي يحميهم وربي يحمي بلادنا من هالفتره الصعيبه ومن هذا الفيروس اللعين. كريم بن حليمه المدير الجهوي للبريد في تونس، شكرا لك. شكرا لكم. يعطيك الصحة. كما شفنا متابعينا الكرام كان هذا رد البريد التونسي أو الإدارة الجهوية على الأقل في تونس عن ما حدث أمام مركز البريد اليوم، وهو كان عاود نذكروا المواطنين أنه راهو جرايات للعائلات المعوزة ما زالت ما تمش تحديدها من قبل رئاسة الحكومة، نهار 30 يعلنوا وقتاش يتم دفع هذه الجرايات، الناس نجم تستنى وتشد ديارها في انتظار انه الحكومة تعلن عن موعد تسليم هذه الجرايات، لانه بصراحة ما شفناه اليوم كان كارثة كبيرة، يعني الصفوف بالعشرات ونشوفهم بعض اللقطات حول الحجر الصحي، فما برشا ناس ما احترمتوش واستهتار كبير، رغم انه اليوم وصلنا ل 89 حالة وبدينا ندخلوا في منطقة صعيبة برشا، ان شاء الله ما نزيدوش نغلطوا، ان شاء الله ما نوصلوش للحالات اللي وصلت لهم برشا بلدان، لانه كي نشوفوا ايطاليا على الاقل واسبانيا راهو كارثه كبيره كان وصولها. نذكركم ايضا انه رئيس الجمهوريه قيس سعيد اليوم بسبب عدم احترام المواطنين للحجر الصحي امر القائد الاعلى للقوات المسلحه بنشر عدد اكبر من القوات العسكريه في كامل تراب الجمهورية مع تكثيف الدوريات ووضع نقاط أمنية وعسكرية في كل الأماكن من أجل الحفاظ على الأمن ومقاومة التجاوزات، خاصة أن الناس يظهر لي ما فهموش اليوم متغشين برشا. شفنا مدام نصاف بن علي من وزارة الصحة كانت يظهر لي أكثر مرة شفنا فيها السيدة يعني بكل هذا الغضب لسبب عدم احترام الحجر الصحي. كما قلنا وزارة الصحة كانت أعلنت اليوم عن وصول تونس إلى 89 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، 60 منها حالة وافدة والبقية حالات محلية بعد نتائج 126 تحليل مخبري كانت قامت البارح، تم اكتشاف 14 حالة جديدة. خلينا نشوف الندوة الصحفية ثم لنا عودة للحديث أكثر. حتى بلاغ هذاك علاش خذينا وقتنا اليوم باش ثبتنا من عدة معطيات. بالنسبة للنقطة الإعلامية من هنا وصاعدا باش تكون عندنا فما بلاغ رسمي يهبط على الصفحة الرسمية متاع وزارة الصحة، ونعقدوا معناتها ندوة صحفية كلما اقتضى الأمر. ما عادش باش تولي معناتها النقطة كما قاعدين نعملوا فيها توا، كما تعرفوا احنا تويكا لو بي في الكونفينمون سكني توا ما نجموش نقعدوا نواصلوا ان كل نهار نتجمعوا هنية وباش نعملوها، اما البلاغ اليومي باش يكون يصدر كل يوم اول ما يحضروا المعطيات يصدر كل يوم في الصباح نتاع كل نهار يبدا عندكم البلاغ الرسمي. داكوردو دونك بالنسبة للوضع الوبائي نغزل به
من من غدوة باش يولي عنا بلاغ يصدر يوميا على النشرة الرسمية على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، ونعقدوا ندوة صحفية كلما اقتضى الأمر. فوالا. بالنسبة للوضع الوبائي لليوم، تعلن وزارة الصحة أنه بتاريخ 22 مارس 2020 تم تسجيل 14 حالة إصابة جديدة من مجموع 126 تحرير مخبري، ليصبح العدد الجملي 89 حالة مؤكدة من بينهم 60 حالة مستوردة. وتتوزع الحالات كالآتي: عنا بالنسبة لولاية تونس 29 حالة، ولاية أريانا 16 حالة، ولاية بن عروس 8 حالات، ولاية مدنين 5 حالات، ولاية تطاوين 5 حالات، ولاية سوسة 5 حالات، ولاية المستير 5 حالات، صفاقس 4 حالات، المهدية 3 حالات، بنزرت حالتين. وبالنسبة لكل من نابل، جابس، قبلي، منوبة وقفصة حالة واحدة. عدد الحالات التي تم إيواؤها في المستشفيات بلغت إلى حد اليوم 11 حالة. بالنسبة للحالات التي شفيت إلى حد اليوم، عنا حالة وحيدة شفيت. عدد الوفيات هما 3 وفيات تم تسجيلهم إلى حد اليوم. بالنسبة للأشخاص الذين تم وضعهم في الحظر، أخضعهم للحجر الصحي، تعرفوا اللي فما قرابة فوق 14,000 شخص تم وضعهم في الحجر الصحي الذاتي، من بينهم فوق 5,000 أتموا فترة المراقبة الصحية، وحاليا حوالي 8,800 شخص ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية. نحب نذكر ونقول اللي حاليا تونس هي في حالة حجر صحي عام، جميع المناطق هي يشملها الحجر الصحي العام. هناك مناطق اللي سجلت فيها حالات عدوى أفقية، وقاعد الحالات هذه تتكاثر، لذلك تم تعزيز الحجر الصحي العام بتشديد تطبيق الحجر الصحي بالنسبة للمناطق هذه. احنا اللي قاعدين نشوفه فيه حاليا انه فما عدة نقائص لتطبيق الإجراءات التي اتخذتها الدولة التونسية، من بينها تطبيق الحجر الصحي العام، وتطبيق الحجر الصحي العام في خاصة في المناطق اللي فيها عدوى أفقية. نحب نقول ونأكد رانا كان باش نحاولوا باش نقصوا من انتشار المرض هذايا، إذا كان ما نقوموش بتطبيق الإجراءات هذه فيا هيبة المسعى، رانا باش نكونوا بكلنا من بعد معرضين للخطر هذا. فحاليا أكثر حاجة يلزمنا نعملوها هي تطبيق القانون، تطبيق القانون للحد من انتشار المرض هذايا. يلزم العباد الكل يلتزموا التزام بتطبيق الحجر الصحي العام، معناتها ما عادش نخرجوا من ديارنا، نقعدوا في المناطق متاعنا، المناطق اللي فيها عدوى أفقية يلزم الأشخاص ما يخرجوش منها. راهو مش معقول انه خاطرنا طبقنا الحجر الصحي العام على منطقة يقوموا يغادروها ويمشوا لمنطقة أخرى، هكاكا باش نساهموا في انتشار المرض هذا. أنا نطالب باش العباد الكل يتعاملوا معنا ويمشيوا معنا في هذا الاتجاه، ما كانش بكلنا بكلنا باش نكونوا كونسيغني، بكلنا باش يكونوا عنا من عائلاتنا، من الأقارب متاعنا، من الأحباء متاعنا، ناس باش نخسروهم. فاحنا حاليا نجموا نداركوا الوضع، باش نداركوه بالالتزام. راهو كي نقولوا يلزم تقعد في الحجر الصحي مش معناتها راهو نحبوا نحدوا من الحريات، هذا اجراء يلزمنا نطبقوه باش نحدوا من انتشار المرض هذا. حاليا احنا وصلنا 90 حاله، هذا 90 حاله من اللي هو ظاهر، اكيد انه فما انتشار اكثر للفيروس. فاذا كان ما التزمناش باش تكون العواقب وخيمه وخيمه على العباد الكل. المسؤوليه حاليا مشتركه لعباد الكل مع بعضنا، كوسوسوا المواطن، كوسوسوا احنا المسؤولين، كوسوسوا الصحفيين، بكلنا يلزمنا نلتزموا بالاجراءات هذه. الفيروس قاعد ينتشر، العالم بكله عاجز قدام الفيروس هذا، البلدان اللي حطت خطط متينه لتطبيق العجل الصحي نجم تقضي عليه،
ونجمة طوقوا. اللي ما نجموش يطبقوه قاوا رواحهم توا برا، شوفوا ايطاليا وشوفوا فرنسا وشوفوا عدد الوفيات. ف انا نداء نعملوا لجميع المواطنين، لجميع المسؤولين، بكلنا مع بعضنا يلزمنا نحاربوا المرض هذايا، بكلنا مع بعضنا نحطوا اليد في اليد باش نقاوموه. راهي مسؤوليه ماهيش حد في الحريه، راهي اجراء باش نحدوا من انتشار المرض هذا. ويعطيكم الصحه الكل، وان شاء الله نخلطوا باش نسيطروا على المرض هذايا. كما شفنا متابعينا الكرام، كانت هذه الندوة الصحفية لمديرة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علي، واللي أعلنت فيها الوصول إلى 89 حالة إصابة بفيروس كورونا بعد إضافة 14 حالة جديدة. يعني شفنا غضب كبير من مدام نصاف بن علي، بصراحة عند الحق، لأنه ما فماش احترام للحجر الصحي ولحظر الجولان. أبرز الأرقام اللي قدمتها مدام نصاف بن علي: 126 تحليل مخبري في مختلف جهات الجمهورية، 14 حالة جديدة، 14,000 شخص يخضعوا للحجر الصحي، منهم 5,000 شخص أتموا عملية المراقبة. يعني يظهر لي ماشيين في ثنية خايبة كان باش نوصلوا بنفس هذه الطريقة. من المواضيع اللي حكينا فيها في المدة الأخيرة برشا موضوع النقل في تونس في ظل هذه الظروف الصعبة اللي تعيشها بلادنا. كما قلنا بكري، يعني من تقريبا من 12 مليون فما 1.5 مليون شخص هما باش يبقاو في عملهم ومهمش مشمولين بالحظر الجولان والحجر الصحي. من بين الأشياء اللي تسألت برشا: هل أنه التاكسيات باش تكون موجودة في فترة الحجر الصحي؟ لأنه شفنا التاكسيات اليوم موجودة في برشا أماكن، وهذا اللي باش نحكيه فيه توا مع السيد فوزي الخبوشي، أمين عام اتحاد التاكسي الفردي. مرحبا بك سي فوزي. مرحبا سيدي، مرحبا بكيف متابعين قناة ترزة تي في. شكرا ليك سي فوزي. في البداية يظهر لي الناس ما فهمتش، هل أنه التاكسيات اللي نشوفوا فيهم اليوم في الـ في الـ في, الـ في الشارع هل ما همش مشمولين بالحجر الصحي ام انه مخالفين؟ لا ما همش مخالفين، ما يسمى صارت شويه تضارب نتاع الاقوال نتاع المسؤولين. صارت مع لخبطه في فهم المعنى. وطلبنا هذا من السيد وزير النقل، ومشكور انه اصدر البيان نتاعه التوضيحي فيما يخص النقل، ووضح للراي العام كله انه باش يخدم كان التاكسي بركه، التاكسي الفردي، والتاكسي يلزم وينقل حريف فقط، ويكون الركوب نتاعه من تالي من الخلف. وشنو مطلوب من التاكسي؟ يعني بقيه الحاجات المطلوبه منه في الفتره هذه في ظل الحجر الصحي. والله احنا كاتحاد التونسي للتاكسي الفردي قمنا بعمليه تعقيم لعديد السيارات، وطلبنا من الاخوان باش تعقم السيارات نتاعها اول حاجه مصلحه ليه ولغيره، ان يكون السياره يوميا في ظل 24 ساعه قاعده تتعقم السياره، هذا حفاظا على الاشخاص وحفاظا على روحه. وثاني حاجه يعني بكل لطف طلبنا من الزملاء اللي الناس قادرة على الأمور تاع المعيشة وتنجم تعدي هالظرف هذايا تاع أسبوع 10 أيام، ماذا بين الناس الكل تنقص التنقل متاعها وتخفف التنقل هذايا، لأنه حقيقة شيء يوسف. أنا توا حاليا كنت في لجنة صحية تابعة وزارة الصحة، كنا نتابعوا في الامر هذايا، لانه احنا قمنا بعمليه تبرع بعدد من السيارات على ذمه وزاره الصحه تنقل مجان الاطار الطبي والشبه الطبي. يعني حقيقه شنو لقينا انه توا التفشي نتاع العدد هذايا والله ولا شيء يوسف، وهذا الكل والله حقيقه وزاره الصحه قامت بالمجهودات وقامت باللازم عليها، لكن الوعي نتاع المواطن مع كامل احتراماتي شيء اسف. الناس اللي تدعي الحضاره، الناس اللي كذلك بزال سلتوى تحب تحوس في الشارع وما عندها حتى أي مبرر للخروج، وذلك هو ومستهزين بالوباء هذايا. المرض قاعد يتفشى والناس مش عاملة حتى أي نسبة متاع احترام القوانين. يعني شيء أسف والله. وهذا اللي احنا طلبناه، انه احنا من القطاع نتاعنا ان شاء الله الناس تكون واعيه، واللي في المقدور نتاعو باش ينجم ما يخدمش. احنا طالبين زاده من الزملاء نحافظوا على الصحه نتاعهم ونحافظوا على صحه الاسره نتاعهم، لانه هالوباء هذا يتفشى ومعدي، ينجم يتنقل من اي انسان لاي انسان، يعني في اي لحظه ينجم يعدي المرض هذايا. وسيله النقل هي راهي اكبر وسيله اللي قاعده تتنقل من مكان لمكان، ماذا بينا الزملاء الناس الكل
تخفف الحركه بتاعها، تخفف الحركه بتاعها. اذا لازم الامر تلزم البيوت. سي فوزي علاش انه فما امكانيه انه بعض سواق التاكسي على الاقل اللي وضعيتهم الماديه مريحه ينجموا ما يخدموش الفتره هذه، وعلاش وعلاش ما حددتولهمش على الاقل بعض الساعات؟ كل تاكسي عنده عدد معين من الساعات، لانه يظهر لي مشمولين بحظر الجولان، يعني ما تنجموش تخدموا بعد الستة. هذا اللي نطالبوا به، احنا نطالبوا به الوعي، ومشكورين عديد الزملاء، الناس كلها وقفت الكراهب نتاعها. اما احنا قلنا حالات اللي ربما اللي مش قادر باش يكفي الاجره نتاع اليوم نتاعو، عايش كان على الاجره هذيك يا خويا، يخلي مول السياره يخليها للصانع، واللي يخلي الشخص هذاك يخدم. النقص وعمليه التنقل نقطوها. انا كي نشوف انا بعض التاكسيات قاعده تدور في الفارق، هذا يا اكبر غلط يا خويا. شنو باش تصور انت في النهار اذا كان لا قدر الله باش تبرد ولا حاجه، ممكن تتأثر على العائلة بتاعك وتأثر على المجموعة الوطنية. نحاولوا نخفوا شوية الحركة، نخلوا كان مجموعة بركة تخدم. هذه اللي طالبينه من الخيان، ما نجيش الكل تقول لك لا أنا ما في حالتيش ونحب نخرج نخدم. هذه ثم أكاذيب وفما مغالطة. احنا اللي نعملوا على الوعي نتاع المواطن، ونعملوا على الوعي نتاع التكسير. سي فوزي، ماذا بينا التكسيات كلها تلتزم بالشيء ضايع بالحد. احنا عدنا لهنا حتى صور نشوفوا فيها، نشوفوا حتى في التاكسي الجماعي موجود تقريبا. لا، التاكسي الجماعي والتاكسي السياحي والتاكسي والنقل الريفي واللواج، هذا من كلهم يمنع منعا باتا. وهذا للاسف الشديد قاعدين نشوفه في الصور اليوم. كان يعني كانت الصور هذه كانت في تقريبا في محطه باب الخضره، نشوفه في صور للتاكسي الجماعي وتركب في المواطنين وعادي موجوده هذه، لانه استهتار من المواطن واستهتار من سلطة الإشراف نتاع الرقابة. المفروض على الداخلية إن هي إدارة المرور، سواء كانت شرطة ولا حرس، هي تقف في الظرف هذا، هي تقف بالحزم، تقف بالحزم. عندك قانون، ما عند وزير النقل أمر كذا كذا كذا، نفذ طبق القانون. ما دامش حتى واحد، الناس كلها ما يسالش يا خويا، يبات بالشر ويبات جيعان، والمهم ما يموتشك السيد هذاك. أعطينا احنا تو نحافظوا على المجموعة الوطنية. الوباء قاعد يتفشى وقاعد يعدي، وشو الحاله هذه؟ تو صدقني، عدم الوعي نتاع المواطنين هذيا، عدم الوعي نتاع المواطنين هذيا، خليك تشوف انت الحالات كيفاش قاعده تزيد بال 15 بال 20 حاله. بعد السته نتاع العشيه ما فماش تاكسيات؟ لا لا لا، ما ثمش. احنا وظفنا بعد السته نتاع العشيه ما ثمش حتى اي تاكسي. بالنسبه لوزاره الصحه، احنا خصصنا لها 20 سياره تاكسي على اساس نقل الاطار الطبي في التنقلات نتاع على من السته نتاع العشيه للسته نتاع الصباح. يعطيكم الصحه الامين العام لاتحاد التاكسي الفردي فوزي الخبوشي، شكرا لكم. ان شاء الله ربي يحمي كل سواق التاكسي وربي يحمي بلادنا. امين. شكرا لك. كما شفنا متابعينا الكرام، كان هذا رد اتحاد التاكسي الفردي على جملة الأسئلة اللي قدموها المواطنين. وكما قال فوزي الخبوشي، فانه تاكسيات مواصلة عملها على اعتبار انه نحتاج بعض النقل، لكن ان شاء الله تكون كل السيارات معقمة ويتم احترام كل ظروف الوقاية والحماية، لانه ما شفناه في تونس البارح واليوم بصراحة كارثة كبيرة. الحجر الصحي او معنى الحجر الصحي ما احترموهش المواطنين. يعني شفنا في الاسواق العباد موجوده، يعني شفنا في محطات النقل، شفنا في امام المحلات البيع، شفنا الناس دون احترام لادنى، شفنا تجمعات، شفنا ناس تجمعت بالعشرات في سوسة مثلا في زغوان لرفض انه يجيبوا لهم عدد من المشمولين بالعزل الصحي. يعني اصلا هم رفض انه تخصيص مكان في ولايتهم او جهتهم للعزل الصحي هو كارثة، لانه اليوم كان ما وقفناش مع بعضنا في الفترة هذه، وقتاش باش نقف مع بعضنا؟ لانه يزينا من التخمام بطريقة انه اخطى راسي يضرب، كل حد يخمم في منطقته، كل حد يخمم في جهته. اللي شفناه بصراحة فضيحة وعيب كبير اللي شفناه البارح، خاصة في احدى المناطق في ولاية سوسة، رفض من عدد من المتساكنين خرجوا رفض لاستقبال المشمولين بالحجر الصحي والعزل الصحي، وتم استعمال القوة من الأمن لفض هذا التجمع. وكانت يعني بصراحة صور مهينة
في الوقت اللي تعيش فيه تونس ظروف صعبة، وأيضا التجمع بتلك الطريقة يزيد ينشر المرض. يظهر لي اليوم كما قرر رئيس الجمهورية الاعتماد على الوحدات العسكرية والأمنية، يظهر لي هذاك هو الحل، لأنه في بعض الحالات حتى نشوفوا دعوات من المواطنين أنه يتم استعمال القوة. يظهر لي لازم على الأقل الردع، واللي خويا مش خايف على صحته ينجم يتحاسب ويتم ردعه، مش باش نتحملوا مسؤولية أخطائه. يعني الناس أبرياء تمشي بسبب هذا. خلينا نشوفوا تقرير حول الحجر الصحي وظروف الحجر الصحي من البارح لليوم، واستهتار عدد كبير من التونسيين بهذا الحجر، ثم لنا عودة للحديث. في ثاني أيام الحجر الصحي الكامل اللي أعلنت عليه السلطة المختصة في تونس بسبب تفشي فيروس كورونا، يبدو أنه التوانسة ما زالوا إلى حد الآن مش واعين بدرجة خطورة الوضع وخطورة تصرفاتهم اللي تساهم بشكل كبير في انتشار الفيروس، وهذا مظهر واضح بعد ازدياد عدد الحالات بشكل كبير وتحول 4 مناطق وهي المرسى والسكرة وجربة والبحيرة إلى بؤر لفيروس كورونا نتيجة استهتار العديد من الأشخاص بجدية الأمر وخطورة المرض. مقاطع فيديو وصور تثبت الاستهتار الكبير اللي يتعامل به عدد كبير من التونسيين مع خطورة فيروس كورونا، ونراو أعداد كبيرة من المواطنين أمام مراكز البريد دون أدنى مقاومات الوقاية والحماية، بالإضافة للعشرات في الأسواق والشوارع وتصرفات تخيل لنا أنه تونس في أيامها العادية. وهذا ما خلى الأسئلة عديدة حول عدم الوعي الكبير وتقصير السلطة المختصة في القيام بواجبها وردع كل مخالف. هذا بالإضافة لظاهرة جديدة بدأت تكثر في الأيام الأخيرة، وهي خروج العشرات من الناس في عدد من المناطق ورفضهم استعمال أماكن في منطقتهم للعزل الصحي، في تصرف غريب ينم عن أنانية واستهتار رغم كل المبررات بما فيها افتقار الأماكن هذه لمقاومات العزل، دون الحديث عن تعمد عديد العائدين من الخارج عدم الالتزام بالحجر الصحي وهروبهم من أماكن عملهم لممارسة حياتهم العادية ولقاء الناس. التصرفات الصادمة هذه تأتي من قبل عديد المواطنين في الوقت اللي كان فيه وزير الصحة عبد اللطيف المكي قد أعلن إنه ظهور بؤرة لفيروس كورونا في منطقة ما يعني بداية سلسلة للعدوى الأفقية في المكان، وين تصبح الناس الكل معرضة للعدوى، ودعا كافة المواطنين لعدم التوجه للمناطق الموبوءة 4 اللي تم الكشف عليها وهي جربة والمرسى والبحيرة وسكرة، لحين القيام بالأبحاث الوبائية عبر تتبع الحالات المصابة للقضاء على المرض، مشدد على أن الالتزام بالحجر الصحي العام وسيلة فعالة وسهلة للوقاية ومنع انتشار العدوى. واعتبر وزير الصحة عبد اللطيف المكي أنه ما نعيشه اليوم هو حرب حقيقية انقلبت فيها الأدوار، وين أصبح أعوان الصحة هم الجيش وأعوان الأمن والجيش هم اللي عضدوهم لقطع الطريق أمام العدو المتمثل في فيروس كورونا وإمكانية انتشاره في البلاد. كما شفنا متابعينا الكرام كان هذا يعني أبرز ما شفناه البارح من رفض للناس للاحترام الحجر الصحي واستهتار كبير من المواطنين أمام مراكز البريد. اليوم أيضا الناس ترفض أنه يتم يعني في أحد مستشفيات زغوان أنه يتم جلب أشخاص من منطقة. يظهر لي مناش فيدرالية، الناس لازم تفهم اليوم مناش فيدرالية، اليوم احنا بلاد واحدة وكل ما تقرر السلطة يجب احترامه. يعني خاطئ جدا أنه نسمع عباد تقول ما يجيبوناش عباد من منطقة أخرى المنطقة اللي نعيشه فيها، رغم كل الظروف اللي تنجم تكون سيئة، رغم كل ما نجمه مبرروه، لكن هذا مش مقبول في الوقت الحالي. إن شاء الله ربي يهدي الناس الكل وربي الناس كل تفيق أنه اللي قاعدين يعملوا فيها راهو كارثة على تونس، وراهو باش يتسبب انه تونس يمكن بالطريقة هذه. وكما وصلنا اليوم للمناطق بؤر لوجود المرض هذا، تونس باش تولي الوضع اخطر ويمكن نوصلوا لحالة ما أسوأ. يعني نشوفوا الوضع في ايطاليا او في اسبانيا اللي مقارنة بنا يتسموا عندهم منظومة صحية ممتازة، فما بالك في تونس اليوم، لانه بالطريقة هذه باش نوصلوا الى كارثة. ان شاء الله الناس تفيق وتحمي روحها وتحمي اولادها وتحمي عائلاتها. خلينا احنا متابعينا الكرام نخرج فاصل قصير ثم لنا عودة للحديث أكثر.